يتدخل سامي الخيبري بتمريره في محاوله في المساحات في المرتدات في خطوره الفيحة على هذا النحو على هذا النهج على هذه المساحات على هذه المرتده في الجهه اليسرى محاوله ارضيه والكره يا الله على فرنانديز نعم فعلا فرنانديز اخطاء دفاعيه قاتله يا ناصر روعه يا فرنانديز روعه روعه لقطه كانت في منتهى الروعه لمصاعتي صامويل في الجبهه اليسرى اللي مر بشكل جيد وجدوا المساحات وجدوا الفراغات وتمكنوا من استغلال فرصه ثالثه كانت محققه بعد ان اضعوا فرصتين لي في اللقطات الماضيه روني فرنانديز يسجل اول اهداف هذه المباراه روني اللي كان قبل موسمين هداف الدوري روني اكثر لاعبين صناعه او مساهمه للاهداف هذا الموسم في الفيحة والان مع هذه اللقطه بعد عمل كبير من جانبه هذا مادو وين مادو وين مادو لم ينجح في ابعاد الكره فرنانديز سبق الى الكره وتمكن من استغلالها ليضع فريقه في المقدمه بهدف اول وليجعل الاجواء مشتعله في الدقائق القادمه من هذه المباراه بالتاكيد بعد العمل كبير من جانب صامويل في الجبهة اليسرى للفيحة يعلم الفيحة جيدا أنه لا يمكن أن يجاري النصر في وسط الملعب في منطقة المناورة لا يمكن له أن يسيطر على مجريات اللعب ولكنه أيضا يعلم أن النصر أمام هذا بحمد الله كبير هداف النصر كبير هداف العالم إذا سجلها بكأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد أو في عام واحد 2019 حمد الله أمام عامر شفيع حمد الله وعامر شفيع هل يعود النصر هل يتعادل النصر حمد الله يلعب الكرة عمره ما تأخر حمد الله دائما في الوقت المناسب حمد الله يعود بالنصر إلى التعادل هدف من ركلة جزائية يسجلها بالتأكيد عبد الرزاق حمد الله لم يكن هناك تسلل لأن الكرة أصلا من مدافع لآخر اتكلم عن حالة لمسة اليد جي لمس الكرة بيده وحمد الله استغلها النصر 1-1 هدف التعادل لعبد الرزاق حمد الله يسجل في هذه الأثناء من علامة الجزاء في هذه المباراة وكرة باتجاه بتروس وتمريرة على الجهة اليمنى محاولة لجوليانو مر جوليانو عرضية خطيرة مرت خطيرة وكرة جول الغناب خلصها يا نصر الغناب خلصها يا نصر الله على اللقطة لقطة في منتهى الروعة مين هذا جوليانو يا جماعة جوليانو يا جماعة جوليانو يا جماعة جوليانو أكمل تفاعلي مع الهدف ولا في كلام لا هذه اللقطة هذه عادة هذه تسديدة هل أنه الاحتجاجات أن الكرة خرجت لا لم تخرج الكرة بطبيعة الحال لقطة كانت واضحة هل احتجاج الفيحة أنه كان في خطأ على حمد الله سنشاهد بعد ذلك الحكم تو الدوري يتكلم تجاوز رقمه هين كينيدي كينيدي احتاج لسنوات من أجل يصل ل 41 هدف حمد الله في ثاني موسم وصعب تقول ثاني موسم لسه في بدايته يعني لا يزال موسم طويل يمكن ان يسجل كثير من الاهداف بعد ذلك موسى مر موسى مر موسى حمد الله حمد الله حمد الله الله يا نصر خلص حمد الله كبير هداف في العالم في 2019 حمد الله بالرقم الكبير حمد الله يستعيد صدارة الهدافين حمد الله يسجل ثنائية في مباراة اليوم يا عبد الرزاق حمد الله موسى قام بالعمل الكبير لكن النهاية من حمدته في نهاية المباراة يخلصها لمصلحة النصر يقلبها للنصر يقولون بأنه ليس في أفضل أحواله في مباراة اليوم أكل هذا كل هذا وهو ليس في أفضل حالاته حمد الله يعني على النهاية على النهايات على رجل النهايات على صاحب الأرقام الكبيرة حمد الله عبارة عن رقم قياسي عبارة عن رقم قياسي يحسد عليه النصراويين كثيرا فلم يمر مهاجم بهذه القوة الجلاد الفتاك أمام المرمى حمد الله في نهاية الأمر تخسر أمام المتصدر أمام حامل اللقب كرة تصل من جانب السلطاني لا موسى موسى مر موسى عدى بشكل جميل خطيرة داخل منطقة الجزاء موسى لحمد الله موسى يا عيني موسى الهدف
الهدف الرابع للنصر. انهار الفيحاء انهار، انهار الفيحاء انهار. وين هذا كله يا موسى؟ وين هذا كله يا موسى؟ وين هذا كله يا احمد؟ يا لها من مهارة مرور جميل. انهار دفاع الفيحاء وموسى بشكل رائع يمر من مدف من الدفاع الفيحاوي ليهدي هدفا لحمد الله، هدفا يجعل حمد الله يصل للهاتريك. ليس اول مره في مرمى الفيحاء سجل فيهم سوبر هاتريك على مستوى الكاس. حمد الله عنده اربعه سوبر هاتريك في تاريخه. اليوم الهاتريك لحظه تعبني وانا اعد. حمد الله كره كان فيها روعه من جانب احمد موسى. بصراحه لا اقولها مجامله لانه في كل مره احضر لمباراه النصر يتعبني حمد الله في كتابه الارقام، لا يشبع من الاهداف. متى ستشبع يا حمد الله؟ قل لي متى بربك ستشبع من الارقام القياسيه والاهداف؟